قدم صباح اليوم بمكتبه رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة المستشار صالح برما علي حديثا صحفيا أبان فيه موعد الرحلة الأولى لحجاج بيت الله لهذا العام. أني لمين شن يوم 19 مايو شن الأمل ده مشينا عشان نغيروا الدات التاريخ حنا الرجوع حنا الحجاج من المملكة العربية السعودية، لكن ما لقينا تجاوب من الشركة. كل ما مشينا بقولوا لنا المكتب القبالكم ده وسوى الكلام ده وكمل منا الوقت ده. أن احنا شخنا وجبة واحدة وشنا 10 يوم قبال الحج و10 يوم بعد الحج، كان 20 يوم قدام بزيد لنا في الوقت وحجاجنا بتعبوا زيادة. نقوله في مكة يقعدوا 20 يوم بعد أداء فريضة الحج، أن احنا من جانبنا أمنا لهم إعاشتهم لمدة 20 يوم. نوجه الحجاج، نوجه ندى للحجاج، نقول لهم الشغل الما بنفع وبلغو في شات ده خلي ما يبقوا هناك، خلي يحافظوا على الريالات اللي عندهم. والدولة ما بتقصر، حتى الآن كل مساعينا جارية، يمكن كم مشينا هناك نلقوا حلل ونقبل الحجاج بأسرع وقت ممكن. السنة زي ما أنتم تعرفوا حجاج حنجات المفروض يبقوا 8725 حاج، لكن أن إحنا مشينا قصرنا العدد ده، سوينا 6800 حاج. لكن مع 6800 حاج ده كله، اللحظة اللي أنا هسا كان نكلم لكم فوق دي ما لقينا أكثر من 4500 حاج نسبة لظروف عن الدولة. العمل ماشي، وإن شاء الله في خلال 48 أو 72 ساعة الباقية لنا ده، يمكن أول طائرة، يمكن المتوقع أول طائرة تكون يوم 18. النداء الآخر أن دور نقدم أي إنسان بدور بمشي الحج خليه يبادر في خلال 48 ساعة ده يجيب جوازه. كان ما جابه معناته ما يقدر يمشي الحج، والسيستم حنا السعودية بكفل.